الفوضى وحدها من تحضر في زمن الميليشيا. تتعالى الأصوات هنا في وزارة الاتصالات، لكن لا أحد يستجيب لنداءات الموظفين المطالبة بصرف حقوقهم التي ترفض الميليشيا تسليمها منذ عدة أشهر. تلقى الاستجابة صدى حين يتعلق الأمر بضرب واعتقال موظفي الوزارة في مشهد يكرس حالة العنف الذي تنتهجه الميليشيا مع الموظفين. هذه الاحتجاجات جاءت بعد وقفات ومظاهرات أخرى شهدتها وزارة التعليم العالي ومستشفى الثورة العام للمطالبة بحقوقهم ومستحقاتهم التي جُيّرت لصالح ما تسميه الميليشيا المجهود الحربي، مجهود حربي قضى على جهود آلاف الموظفين الذين باتوا ينتظرون الخلاص من ميليشيا حرمتهم من أبسط مقومات العيش.